دايما جورا جلالة، يعني زي ما ليلاس كانت بتقول، هي الفكرة انه دلوقتي بقى فيرست هوم مش سكند هوم. هي الفكرة ان دلوقتي انت بتاخد حاجة استثمار هي هتفضل معاك مدى يعني، وفي نفس الوقت انت احنا البيمنت بلان بتاعتنا مثلا وصلت دلوقتي ل9 سنين، فانت بتدفع مقدم بسيط من 10-15% واقساط على 6 سنين، فالموضوع مدي براح معاك، وخصوصا لو حسبناها على المساحات مثلا ال40 متر، مساحات بالرقم صغيرة يعني اسألك مليون 300 مثلا، ستارت مساحات مليون 300 يعني، فده هيبقى مناسب جدا لأي عميل حابب ان هو يستثمر، وبالذات في منطقة الجلالة هي منطقة حيوية جدا، هي دلوقتي منطقة لوجستية. باشا العميل يستغرب لما تقولي له مدينة الجلالة، ما بيقولكش هي فين بتاع، دلوقتي الناس اعتقد كتير بقت عارفاها، والجامعة اعتقد سهلت الدنيا اكتر يعني. الجامعة والمدينة يعني، علشان في ناس كتير بتتلخبط ما بين الجلالة كلها، هي منطقة الجلالة دي هي منطقة كبيرة، لكن هو مقسومة زي جزئين، جزء منتجع على البحر دايركت، وفي جزء تاني المدينة بقى اللي فيه السكن وفيه المدارس فيه الجامعات، كل ده على الجبل من فوق شوية واخد فيو. طب احنا اللوكيشن بتاعنا فين؟ احنا على البحر دايركت جنب المنتجع بالظبط ورا البنزينة، فلوكيشن جامد جدا، هو اي حد هيعدي تقريبا على طريق هيبقى شايف البنزينة، احنا في دار البنزينة على البحر دايركت، والبحر بتاعنا رملي، فكل المميزات دي بتميز جورة في السخنة، لانه مش كل الشواطئ رملية يعني، في شواطئ ساعات بتبقى صخري، فبيضطروا ان هم ينزلوا البسين اغلب الوقت. طب انا بسافر مثلا ساعة ونص عشان انزل بسين، في الاخر انا حابب استمتع بالاثنين يعني، يعني ده متاح عندنا في المشروع يعني، الموضوع كويس. كمان علشان زي ما قلنا منطقة الجلالة هي منطقة لوجستية، هو حابب مثلا الكونتينرات المراكب الكبيرة اللي بتعدي، بدل ما هي بتعدي بس كده، هو ممكن يعدي وينزل كونتينر في مصر، فاحنا نفتح له مصانع يقدر يقفل مثلا فيها الكونتينرات دي، بدل ما بيجي لنا مثلا كونتينر واحد فيه 3 عربيات بس متقفلين. طب ليه؟ احنا ممكن ناخد الكونتينر ده فيه مثلا 10 عربيات متفككة، فده بيدخل زي فاسيلتيز احسن جوه البلد، انت بتستثمر اقوى جوه البلد. فاحنا عملنا لك مصانع وعملنا لك اماكن ترفيهيه في منطقه الجلاله، وكمان تدخل وتستثمر، فهو هيبقى حابب ايه اكتر من كده؟ منطقه صناعيه وتجاريه وتجاريه وترفيهيه وسكنيه وسكنيه، فكل حاجه يعني، هو يعني جلاله اهتموا قوي بالمنطقه دي، والعالمين بنفس الكلام يعني. تبقى الفكره بدل ما السخنه كانت بتشتغل صيف بس، اعتقد تشتغل السنه طول كلها طول السنه. فطبعا دي حاجه مهمه قوي، فطبعا لو حد مستثمر حابب مثلا ان هو يجي يعدي بس من بره مصر، لا تعالى ادخل جوه مصر، شوف الخدمات اللي احنا عاملينها، عاملين اكوا بارك، اكبر اكوا بارك على مستوى العالم ده في مدينة الجلالة على المنتجع، عاملين مبنى جوازات، مهبط طائرات. مدينة الجلالة دلوقتي بقت كل حاجة دلوقتي على أرض الواقع يعني، مش لسه مثلا لا أصلا أنا ما شفتش ده، لا تعالى وبص على أرض الواقع، كل الحاجات دي اوريدي اتعملت. فلو حد مستثمر بقى حابب ان هو يدخل الدولة، فهو بيدخل عن طريق الجلالة ويستثمر ويقعد كام يوم ويخلص كل حاجاته، وبعد كده ممكن يركب القطر السريع يروح العالمين يقضي كام يوم، وكل ده بيوفر وقت يعني، بدل ما تاخد مثلا عن طريق البحر وليكن 4 أيام، فتاخد من طريق جوه البلد 2 يومين بس، وتخلص فيهم كل حاجة وتتبسط وتعمل كل حاجة. فطبعا منطقة قوية جدا، هي بقت حيوية جدا، فلو حابب بقى انك تستثمر معانا في المشروع ده هيبقى ليه قيمة وفايدة عالية جدا، لانك على البحر دايركت وجنب منطقة الجلالة، احنا بنتكلم ان احنا والجلالة 500 متر تمشية، وزي ما ليلاس كان بتقول احنا بنسلم المشروع بالفرش والتكييفات والاجهزه. فده بيسهل عليك انك تستثمر اسرع او تسكن اسرع، او لو حابب انك تاجر او تبيع، هو كل الفاسيلتيز دي كلها متاحه من خلالكم يعني، مثلا واحد عايز ياجر يبقى من خلالكم، عايز يعمل ريسيل او يبيع برضه هيبقى من خلالكم بالظبط، لاننا جايبين شركه اداره قويه جدا اسمها شركه اي ار ال جروب. الشركه دي اداره من يو اس، وليها سابقة أعمال في كندا والفلبين، وليها يعني سابقة أعمال قوية جدا، احنا أول ناس الحمد لله وافقوا ان هم ييجوا يستثمروا معانا هنا في مصر. فعاملين البيتش بطريقة مختلفة، عاملين زي
زي بوسس كده فور وان داي رنت، علشان لو حد عايز يقضي يوم على البحر لمدة يوم واحد. عاملين خدمات برضو جوه المشروع، وهم اللي ماسكين إدارة المشروع.